جميل. طيب تعالى بقى نلف لفه كده على الماتشات الحلوه بتاعه امبارح في الدوريات المختلفه. تحب نبتدي من فين؟ كلاسيكو. يلا. هو طبعا الكلاسيكو امبارح الناس اكيد الشغف بالكلاسيكو قل بشكل كبير عن السنين ال10 و15 سنه اللي فاتت وجود كريستيانو وميسي. وكمان مش كانش بس كريستيانو وميسي في برشلونه وريال مدريد، كان ريال مدريد فيه كل سنه تلاقي عندك اوزيل، دي ماريا، في راموس، في فتره بقى قبل كده لما كان في زيدان ورونالدو، وفي برشلونه الفتره بتاعت نيمار وميسي وسواريز وجريزمان، في انيستا وتشافي. يعني كان اصلا الكلاسيكو نفسه حاجه رهيبه، الناس كلها بتستناه. سمينه كلاسيكو الارض. الارض يعني فعلا طبعا. الناس كانت في اي وقت الكلاسيكو هتلعب الناس قاعده مستنيه في كل بس بقى باهت بقى سنه ورا سنه. الدنيا قلت لحد ما كريستيانو مشي، فلسه ميسي هو اللي شايل الدنيا. كمان دلوقتي في غياب ميسي مع اداء برشلونه الكارثي، مع ان ريال مدريد نفسه مش في افضل حال ممكن، فلا الكلاسيكو قل كتير كمتابعه بالنسبه اللي هو ايه الشغف بتاعه. ولكن يبقى كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه، يعني ريال مدريد سيطر كنتيجه على الامور. بنتكلم ده رابع كلاسيكو على التوالي ريال مدريد يقدر يحسمه، ده اول فوز لانشيلوتي في ملعب كامب نو. برشلونه حاول ولكن ده اخر برشلونه، يعني هو ريال مدريد حتى بالمرتدات قدر ان هو يخلص الامور، رغم ان كان ممكن كمان ريال مدريد يخلص باكتر من كده. ولكن زي ما قلنا امكانيات الفرقتين دلوقتي بتخلي ده الشكل الافضل شكل ممكن نشوفه للكلاسيكو. برشلونه وضعه في الدوري صعب، اكيد يقدر يعني مع توالي المباريات يتجاوز هذا الامر. ريال مدريد عنده فرصه ان هو لازم يرجع يبعد بالليجا تاني عن ويعني يوسع الجاب اللي برشلونه قدر يقربها في اخر 15 سنه، ولكن دي هتتوقف على ريال مدريد نفسه واداره النادي فلورنتينو بيريز هيعملوا ايه. ده اللي هنشوفه بقى، يعني ما اعتقدش برده الموسم ده، اعتقد من بدايه من الميركاتو الجاي هنشوف فكر بيريز ايه لشكل ريال مدريد عموما. يعني